نجدد التحية وعودة إلى الشأن المحلي وفي إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كل فئات المجتمع، قامت وزارة الداخلية خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين على الطرق السريعة وداخل المحافظات ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية. نتابع هذا التقرير. في الوقت الذي يتسابق فيه الجميع نحو اللحاق بموعد الإفطار في منازلهم، تقف الخدمات والارتكازات الأمنية مستعدة للتصدي لأي خروج عن القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، لكنها في الوقت ذاته تؤدي دورا إنسانيا واجتماعيا بالمساهمة في توزيع وجبات إفطار على الصائمين والعمالة التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الشارع أثناء الإفطار، وتأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد معك في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وعيد علينا وعليكم بخير بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري وعلى الجيش المصري وعلى الشرطة وعلى رئيس الجمهورية. ربنا يخلي شعب مصر ورئيس السيسي والشرطة في خدمة الشعب دايما يا رب. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. إن شاء الله إحنا كلنا مبسوطين إن داخلية متواجدة معانا في كل مناطق البلد وأمان، وإحنا بندعي لهم دايما إن ربنا يحميهم. ربنا يقويكم يا رب ويعينكم، ودايما كده بتعملوا حاجات تفرح الناس كده، ويا رب دايما كل سنة طيبين. رمضان مبارك. بصراحة هي لفتة لطيفة جدا جدا يعني منكم اللي أنتوا تعملوها، ودي يعني هي دي الشرطة المصرية يعني. إحنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا. مع تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة لتأمين المسافرين، تقوم بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين من مرتاد تلك الطرق، فهذا جزء إنساني واجتماعي من الرسالة الأمنية التي يؤديها رجال الشرطة. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الناس كلها ان شاء الله باذن الله، وكل جاي خير ان شاء الله مصر باذن الله، جاي خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، يا رب دايما مصر دايما بخير. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. وداخل محطات مترو الانفاق والسكه الحديد وبالتوازي مع عمليات تامين هذين المرفقين الحيويين، يتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين. شكرا على الهدية الحلوة دي، كل سنة ودايما كده محبتنا زايدة ومحدش يقدر يفاجئنا عن بعض. شكرا والله، شكرا بجد، ربنا يخليكم لمصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهايه. مبادره توزيع وجبات افطار على الصائمين تاتي في اطار الدور الانساني والاجتماعي لوزاره الداخليه في تحقيق التواصل مع كافه فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بكافه المناسبات. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.